السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم صدر الاجلاس امير الجناب فضيلة الشيخ عبد السلام شيخ السلفي رحمه الله ودیگر علماء کرام معزز سامعین و سامعات، آج کی یہ تقریب تقسیم انعامات جو مسجد دارالسلام نے دارالخیر فاؤنڈیشن اور مبرہ کے ذریعے تمام منعقد ہو رہی ہے، چونکہ پچھلے ہفتے میں دارالخیر فاؤنڈیشن اور مبرہ کے ذریعے تمام ایک انعامی مسابقہ جس میں بچوں نے قرآن کریم کی کچھ چھوٹی صورتیں اور کچھ منتخب احادیث اور اسی طریقے سے روزمرہ کی دعاؤں کو یاد کر کے انہوں نے اس انعامی مقابلے میں حصہ لیا تھا، جن کی ہمت افزائی کے لیے